تحية راسكم كونستراكشن، وماذا نرى لهذا السهم بعد ما عملنا قمة جديدة؟ واحنا كنا بنقول لو حصل ردة فعل عند مستويات 183 هنستمر كسرناها نخرج، وبالفعل احنا كسرناها وما زلنا بنصحح كل الدورة السعرية دي، فأصبح كل المناطق دي ملهاش لازمة بقى نشيلها مع بعض. وخلينا نركز في السهم ده هنعمل فيه ايه. السهم ده احنا قلنا ان هو عمل لي دورة سعرية وما زلت بستهدف تصحيحها عشان اخد دورة سعرية تانية، واحنا ما زلنا بنستهدف مستويات حاليا ايه. ممكن ينزل يصحح الدورة السعرية دي لحد مستويات ما بين 61 لحد مستويات 78 فيبو اللي هي كل المناطق دي، ولكن في حذاري. احنا انا عندي قمة اللي هي عند المستويات 178 دي، دعم قوي جدا ممكن تكون بتدعمني. طيب انا بستنى ايه من السهم ده؟ السهم ده بمنتهى البساطة انا بستنى ان انا استهدف الموجة الخامسة كلها بتاعتي اللي عملت منها 1 2 3 4 5، وبعد كده اصحح كل الدورة السعرية بتاعتي اللي بدأت من البداية. يعني ما زلت بستهدف ايه؟ بستهدف كل القمم الجديدة. طيب لو السهم ده كسب لي مستويات 164 جنيه، انا بمنتهى البساطة عملت موجة منقطعة والسهم خلاص مش مكمل صوت. لكن اللي انا شايفه ان السهم بيعمل انعكاس، وخصوصا ان انا عندي تصحيح هنا مكتمل تماما. انا عندي تصحيح مكتمل تماما وحصل انعكاس حقيقي من مستويات 164 جنيه، وما زلت شايف ان انا بعد ما حققت الهدف بتاعي انا ما زلت بستهدف قمه جديده وبمنتهى البساطه عشان ابني دوره السعريه بتاعتي. الدوره السعريه بتاعتي الاولى انا خلصت بيج 1، وما زلت بستهدف ايه؟ بستهدف تصحيح كل الموجة السعرية دي عشان استهدف الشراء مرة اخرى واستهدف قمم جديدة قد تذهب الى مستويات 225 او 250. انا عامة ما بحبش اتداول اخر موجة الموجة الاخيرة، ولكن لو انت حابب تتداول الموجة الاخيرة انتظر يحصل ردة فعل ما بين مستويات 172 لحد مستويات 178، خصوصا ان مازال الزخم البيع بيزيد وما زال ليس هناك اي ردة فعل حتى الان للشراء. وبالتوفيق.